والصلاة والسلام على رسول المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بعده وفى بعد إخواني الكرام، نوثق الآن المناظرة التي ليست مناظرة، هي رد كان على رد على بعض الوهابية حينما احتج بقضية الصوت. هذه هنا أنه أحمد احتج أو أثبت الصوت لله، فأنا رددت عليه في يعني رد كتابي، ثم سجلته في 3 أجزاء، ساعة و قليل يعني، لكن كان الرد شفهي بدون توثيق يعني، كما ترون هنا. لا قديم، إذا قلت محدث أو مخلوق، معناته الله لم يكن في الأزل بعلم، أنا بجهل عياذ بالله، لأنه عكس العلم. فهذا هو، أنا الآن أوثقها. طبعا نحن الآن في المجلس الثاني، أنا يعني سجلت نصف ساعة لكن ما اكتملت معي الوثائق، لأن الوثائق كثيرة. لاحظوا هنا، هذه وثائق يعني مرقمة إلى تمامي، لكن طبعا يعني ليست ترتيب تسلسلي، لكن في فرق يعني بين الوثيقة والوثيقة. إذا نبدأ على بركة الله. أحاول أن يعني أنا قرأت في المجلس الماضي 7 من وثائق، الآن ألخصها وأكمل أكمل ما سبق، ما بقي يعني، وما تبقى أكثر طبعا هو مما قرأنا، لذلك أنا إن شاء الله لن أطيل عليكم. نثبت هنا أن الوهابية انتقائيون عن أحمد نفسه، الذين يحتجون بأنه أحمد أثبت الصوت لله. طيب ما أنتم تعالوا شوف في صفة الكلام نفسه، الأحمد يقول كما هنا أنه ينزه الله على أن يتكلم بجوف ولا فم ولا شفتين ولا لسان، ويستشهد على ذلك بأنه وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا، لاحظ أنه وتراها سبحت بجوف وفم ولسان وشفتين، لاحظ. بينما يعني يريد أن يقول هنا أنه وكذلك الله تكلم كيف شاء من غير إيش أن يقول، يعني من غير أن يتكلم بجوف ولا فم ولا شفتين ولا لسان. بينما ابن باز كما ترون هون بيقول لك تنزيه الله عن اللسان والحنجرة هذا، وعن الجسم بشكل عام، هذا ليس مذهب أهل السنة بل هذا مذهب أهل الكلام المذموم. لاحظتم هذا الخلاف الأول. ابن الإمام أحمد بن حنبل أيضا ينزه الله عن الجوارح، لكن الله إن الله يدين ليستا بجارحتين، وأيضا ينزه الله حتى لما يقول إن لله وجه، لكن لا كالصور المصورة والأعيان المخططة، لاحظ، وليس معنى وجه معنى جسد ولا صورة ولا تخطيط، لاحظ. ومن قال ذلك فقد ابتدع، لاحظتم هذا في طبقات الحنابلة من ابي يعلى نقلا عن الاعتقاد منبه. ايضا انكر على من قال بالجسم وتركيب على من يقول بالجسم، يعني الله جسم، ليش؟ بيقول لك لانه الجسم موضوع على ذي طول وعرض وسمك وتركيب وصورة، والله خارج عن ذلك كله. بينما تعال شوف الفوزان، مش بيقول لك تنزيه الله عن الجسمية، بيقول لك هذا لم يرد نفي الجسم والشكل، لذلك بيقول لك هنا ننزهه عن الجسمية والشكل والصورة، هذا ينقله بين قوسين يعني قول الخصم، فيرد عليه بقوله هذا ليس مذهب السلف، انه لم لانه ايش انه هم السلف ينفون ما رفاه الله عن نفسه ولم يرد نفي الجسم والشكل. طبعا في التسجيل السابق يعني بينت انه هني اصلا الوهابي غير ملتزمين باثبات ما اثبته الله لنفسه، انما هم يزيدون الفاظ، يقول استوى بحد، استوى بذاته، كذا الى اخره. طيب نكمل. ايضا الامام احمد يقول بان القران ليس محدثا، لاحظ هذا نصه هنا، ليس محدثا. ويتأول آية وما ما آية ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، بيقول لك المحدث الذكر هنا منكر، فهو ليس القرآن، إنما القرآن إذا جاء الذكر معرف، مثل صاد والقرآن ذي الذكر، هذا نعم هذا قرآن، لكن هنا ما يأتيهم من ذكر هذا منكر، وهذا ليس القرآن. بيقول لك بعدين من موضع الشاهد القرآن ليس محدثا، بينما بن شمس وشيخه ابن عثيمين ايش بيقول؟ لا، القرآن تكلم الله به حين انزاله، لاحظ يعني انه محدث، وهذا بيصرح عليه، لاحظ. والصحيح ان القرآن محدث، هذا ردا على السفاريني الحنبلي اللي عم يشرح عقيدته، يبدو له مضحك، هؤلاء الوهابية مضحكون جدا،
يأتون ليشرحوا للطحاوي يردون عليه، ليشرحوا للسفاري يرد عليه. لا حول ولا قوة. يقول لك لاحظ، هو بيقول لك القرآن وكل قرآن قديم السفري، ويقول لك لا صحيح أنه محدث أو حادث. إذا كان الله حين إنزاله المفارق، هذا ابن شمس لما ناظر هذا المغربي في هذه التي نشرها الأخ المغربي، قال القرآن، لما سأل القرآن حادث تهرب من الجواب، قال هل هو أزلي؟ قال لا. طيب كيف؟ قال لأنه تكلم الله به حين إنزاله. طيب قال هل له حادث؟ فتهرب. قال ابن عثيمين يقول له، يقول عنه حادث. فقال ابن شمس أنا ليس لي علاقة بابن عثيمين، تبرأ من شيخه. فمين العمال يكتم اعتقاده؟ هذا ابن شمس يقول لك الأشاعرة يكتمون اعتقادهم بأن القرآن مخلوق، تكتم أن القرآن حادث. شوفوا هذه المناظرة بيعمل عليها تسجيل، هي بكل تسجيل، ما استطاع، ما تجرأ أن يقول القرآن حادث، مع أنه هذا يقولونه. شوف لاحظ، وهنا ابن عثيمين يحتج بهذه الآية أنه يأتي من ذكر من ربه محدث، اللي تأولها أحمد، ويقول لك لا، من تأولها بأنه محدث إنزاله أو كذا فهذا تحريف. لاحظتم هذا الخلاف الثاني في صفة الكلام أيضا. وطبعا هنا أيضا أنا شرحت هذا المبدأ، أرجع أعيده، أنه قضية القرآن محدث وكذا، لكن هون لاحظ القرآن أيضا من علم الله. القرآن بيقول لك كلام الله، ومن قال انه فهو كافر. ليش؟ انه القرآن من علم الله. واذا تزعم ان القرآن حادث، اذا انت تزعم ان علم الله حادث. وهذا اذا، ولذلك هنا في مناظرة، في المناظرة لما قيل له كما في هذا الكتاب رد على الجميع في الوهابي، بيقول لك قيل لي يومئذ في فتنة خلق القرآن، كان الله ولا قرآن؟ فقلت له على وجه الإنكار لهذا القائل، كان الله ولا علم؟ تقول كان الله ولا قرآن؟ ها، ما كان الله ولا علم، لأن القرآن كلام الله من علم الله، وعلم الله قديم أزلي، وبالتالي القرآن أيضا قديم أزلي. فهو ما بيفرق تقول والله قرآن حادث وليس مخلوقا، لأنه عم يجعلك، عم يجعل القرآن بيقول لك كان الله ولا قرآن. إذا بتقول كان الله ولا قرآن كما يقول المعتزلة، معناتها كان الله ولا علم، يعني الله بالأذى الجاهل والعياذ بالله، بعدين حدثت له صفة العلم. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، أشهد أن لا إله إلا رسول الله. فهذا خلاف ثالث للوهابية. لا بيقول لك هذا دمشقي دائما بيقول لك هل تقول بأن الله ما زال يقول لموسى وما تلك بيمينك يا موسى؟ هذا شرحته في المجلس السابق. أيضا نأتي إلى قضية أنه لما هذا المناظر تبعي قال الإمام أحمد قال بأن من ينكر الصوت لله فهو جهمي. قلت له بعض السلف كفروا، من كفروا أقل من ذلك، من زعم، لاحظ هذه قضية، هذا كتاب السنة للخلال، كفروا من ينكر أثر الإقعاد عن مجاهد، اللي هو هذا أصلا إسناده ضعيف كما يعترفون هنا. شوف كل الروايات تبعه إسناده ضعيف. لاحظ هذا، انه في مجاهد قال في قوله تعالى عسى ان يبعثك ربك مقام محمود، قال يجلس على عرشه. لاحظ اسناده ضعيف. وهنا ايضا هذا اثر ثاني، لاحظ تسعه اسناده ضعيف. وهنا ايضا طبعا هذا اسناده صحيح، يعني القول هذا انه من يرد هذا فهو متهم على الله ورسوله، وهو عندنا كافر. لاحظ اثر ضعيف، من ينكره فهو كافر يقتل. لاحظ انه، وانه ايش؟ انه شوف، فهو كافر بالله العظيم، وما حكم عندي الا قتل، في انكار حديث ضعيف اللي هو حديث الاقعاد، اقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، انه الله جالس على العرش وبقي 4 اصابع ليجلس نبيه عليه، هكذا يقول. هذا الاثر الضعيف، اثر مجاهد، انت ما يصح عن مجاهد لم تاخذوا به. لما صح انه الى ربها ناظر، قال منتظره الساق، صح عن مجاهد ذلك او لا؟ هذا قول الجهميه. لما صح عن مجاهد انه ما يكشف عن ساق عن شده، قال دمشق، لا هذا قول الجهميه، لم يصح عن مجاهد، مع انه هو نفس الاثر، السند الى مجاهد هنا، ما يكشف عن ساق عن شده، هو ورقاء عن ابن مجيح عن مجاهد، عدناها 1000 مره، هو نفس الاثر اللي ايش، اللي جاء عن ورقاء عن ابن مجيح عن مجاهد، استوى على نفس السند هون صحيح، استوى على عند الوهابي،
ويوم اكشف عن ساق عن شده ضعيف. نفس السنه تشوف مع الانتقائيه. طيب هون اذا يكفرون، لاحظ هؤلاء يكفرون بعض اهل الحديث او بعض السلف او كذا، يكفرون من ينكر هذا الاثر عن مجاهد الاثر الضعيف، ويجعلونه مستحق للقتل و الى اخره، ويجعلونه جهمي. هون انا بدي اوصل لقضيه انه الجهمي، لاحظ انه شوف انه هؤلاء كانوا يثبتونه، يريدون مغايظه الجهميه. طيب انا بكره بدي اسجل حلقه بدي اسجل حلقه اجمع كل شيء يغيظ الوهابيه من اثار في تاويل الصفات، اثار ولا ضعيفه موقوذه منقطعه مترديه، او اثار في التوسل والاستشفاع والاستغاثه بغير الله، واعمل عليها حلقه وسجلها. ليش؟ اغاظه لاهل البدع مثلهم، شوف اغاظه للجهميه، ايضا بدي اغيظ المجسمه. شوف على شوف شوف. المهم هل هذا الاثر انه من ينكره فهو كافر يقتل وكذا الى اخره. طيب تعال شوف مين ينكره وهو جهمي ايضا. شوف هذه اللجنة الدائمة، هذه هدية لهذا ياسر لطفي أبو عقل مطفي كما يقول له، هذا ياسر أحمد آل صالح. شو بيقول لك؟ لما سئل عن هذا أثر إقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، بيقول لك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما الأثر المروي عن مجاهد فهو أثر منكر كما نص عليه غير واحد. مين قال؟ بكر أبو زيد الفوزان، ابن غديان، عبد العزيز بن باز، وعبد العزيز آل الشيخ. فإذا هؤلاء كلهم يستحقوا القتل وكفرة حسب كلام هذا كتاب السنة للخلال. أنت ما بتقول كيف تنكر حديث الصوت وقد نصوا على أن من أنكره، نص أحمد على من أنكره فهو جهمي كافر. طيب ما هنا نصوا على من أنكر هذا الحديث الأثر الضعيف أنه هو من الجهمية ومتهم ويكفر، وعلى 24 ومع ذلك هاي اللجنة الدائمة الفوزان وابن باز قال لا هذا حديث منكر. طيب ايش كمان؟ ايضا وهذا هنا الالباني، اصلا الالباني بيقول لك اصلا هذا مخالف لحديث الشيخين، حديث الشفاعه عند البخاري، ويلاحظ انه لاحظ انه لكن ثبت في الصحاح ان المقام المحمود هو الشفاعه، وليس قضيه انه هو كما جاء في هذا اثر مجاهد انه يجلسه على العرش. بيقول لك حتى عن مجاهد اصلا هو الثابت عن مجاهد قضية الشفاعة، لاحظ وهو الثابت عن مجاهد اللي هو تفسير المقام المحمود بالشفاعة، لاحظ. وبيقول لك هذا الذي روي عن مجاهد هذا فيه الليث والقتات وجابر بن يزيد كله، بيقول لك وهؤلاء مضاعف، الأولان مختلطان، هذا الليث وعطاء بن السائب، والآخران ضعيفان، بل الأخير متروك منهما، مع أنه وأنه حديث البخاري، لاحظ أنه إيش؟ أنه هذا تفسير الشفاعة، تفسير المقام المحمود بالشفاعة، لاحظ حتى تنتهي الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. وهذه هدية لإيش اسمه هذا، عم نرد عليها، عم نجهز الرد عليها، هذا إيش اسمه هذا، لحظة، وهذا كشف تحريف سعيد هدى لحديث الجاري لفضيلة الشيخ محمد خشاب، هذا عم نجهزه ولا رد ممتاز. هذا بيقول لك كيف الشيخ سعيد فدا بيروح بيرجح روايات خارج الصحيح لحديث الجارية ويترك حديث الصحيحين؟ شوف انت شو عملته هون، شوف انت شو عملته في قضية، شوف انه ورد في الصحيحين حديث الشفاعة انه الشفاعة هي المقام المحمود، ولا انت لا هو اجلاسه على العرش. او طبعا بعض الله بيقول لك لا، ولا مانع من الجمع بين الاثنين. طيب ايضا هذه هنا حديث الصوت عند هو احتج هذا اللي رددت عليه على الواتساب، احتج بهذا الاثر انه اذا تكلم الله بالوحي سمع صوته اهل السماء. طيب نزيل لتحت هذا الرقم 536، لاحظ فيه عن عنت المحاربي كان يدلس، ومع ذلك يقول لك الالباني صحيح. كيف صحيح؟ كيف يدلس؟ لو كان ليس على هواه كان يقول لك لا لا فيه مدلس، ليس فقط المحارب مدلس، الأعمش أيضا مدلس. لاحظ طبعا هنا بيحتج بقى الوهابي بأنه هاي أحمد يقول بأنه إذا تكلم الله عز وجل سمع له صوت كجر السلسلة. لاحظ هنا تشبيه صريح، صوت الله كجر السلسلة على صفوان. إذا بجيب سلسلة تحطه على صفوان هذا الحجر الأملس وبتعديه بتجره، تسمع الصوت اللي بيتكلم الله به، ينطق الله به مثل هذا الصوت، شبيه له. كيف عم بتقول لي بلا تشبيه ولا تجسيم ولا اني طبعا الوهابي بيقول لك لا بلا تمثيل،
يعني هو بيشبهه بس مو بدرجة 100%، 95%، أو ما فما دون، أو 99 فما دون. بيجي بيقول لك الأشاعرة مشبهة يا أخي، شبهة ثم عطل. إكواء بتقول في تشبيه، شو سامع له صوت. لسه في روايات أخرى إنه صوت الله كإيش، كالرعد. هو في نفس هذا الكتاب سلسلة كصوت الرعد، طبعا بيرد عليه هذا المحقق، هذا القحطاني بيرد عليه. المهم هون بيقول لك انه هذا من شمس بيحتج بيه. لك شوف الامام احمد قال انه هذا الحديث الجهميه تنكره، انه اذا تكلم سمع له صوت كجر السلسله. وقال هؤلاء كفار يريدون ان يموهوا على الناس. لاحظ، لكن يكمل الكلام، من زعم ان الله لم يتكلم فهو كافر. اي هو بيتكلم عن صفه الكلام، لكن هو الظاهر الذين كانوا في عهده انه كانوا يتصورون انه كان تصور الوهابي ان الكلام بحرف الصوت، اذا وطالما الله يستحي ان يتكلم بحرف الصوت فاذا الله ليس متكلما. لا، هو لا يلزم منه الكلام بحرف، ان يكون الكلام بحرف وسط. طيب هذه مساله اخرى. على كل لاحظتم، فهذا هو، هذا اذا المحاربي مدلس. وهنا ايضا لاحظ، طبعا هذا كله هذا من كتاب السنه، كتاب السنه هذا اللي هون، هذا الذي قال انه احمد انه هؤلاء كفار الذين انكروا هذا الحديث، سمع له صوت كجر السلسله. طيب تعال كتاب السنه نفسه كله على بعضه، هذا فيه راويان مجهولان، وهذه سبق ان اتينا بها. شوف هذا السمسار، وفي هذا محمد ابراهيم الهروي. لاحظ السمسار بيقول لك بحثت كثيرا في المصادر لم اجد له ترجمه الا في واحد شبيه به اسمه محمد ابو بكر السمسار، لكن هذا محمد ابن الحسن محمد لقى واحد اسمه محمد ابن الحسن ابو بكر السمسار، بينما هذا ايش اسمه؟ هذا اسمه محمد ابن الحسن ابو النصر. والثاني هذا بيقول لك هذا الهروي لم اعثر له على ترجمه. وعلى كل، لاحظ هون يبدا باصلا باثار انه لماذا كفر بان من قال بان القران مخلوق؟ بيقول لك لان القران من علم الله، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من علم، يعني من القران. لاحظ، فاذا انت تزعم ان القران محدث او مخلوق كانك تقول ان علم الله محدث او مخلوق، فهنا لا يفرق ان تقول القران محدث او مخلوق، ما بيجذبوه هذول. ايضا هون بيحتجوا ايضا بانه احمد قال في روايه المروزي ايضا انه قال له عبد الوهاب الوراق، قال لاحمد من زعم ان الله تكلم بلا صوت فهو جهمي عدو الله. فتبسم ابو عبد الله قال ما احسنها ما قال عافاه الله، يعني انه اقره على ذلك. طيب قلنا نحن قول احمد عن شيء انه هذا قول الجهميه ما ليست نهايه الكون. هو في اقوال عن السلف قيلت قالها السلف، وقال احمد انه اقوال انه هي قول الجهميه. مثل ايش؟ مثلا شوف ايش قال عنوان هذا في باب الرد على الجهميه، بيان ما جحدت الجهميه من قوله تعالى الى ربها ناظره. فقالوا، شوف مين قالوا؟ الجهميه. قالوا الى ربها ناظره فانها تنتظر الثواب من ربها. شوف، فقالوا انما تنتظر الثواب من ربها. وقال هون تحت هذا المحقق جاب كلام عن ابن بطه انه وقالت الجهميه، لاحظ ان معنى قوله الى ربها ناظره الانتظار. لاحظ بيقول لك، بيعقب ابن بطه بيقول لك فخالفت في ذلك بهذا التأويل جميع لغات العرب وما يعرفه الفصحاء وكذا الى اخره. بيروح بيجيب على ابن منده ايضا في الرد على الجهميه، وكلام ايضا للدارمي في الرد على المريسي الجهمي العنيد ايضا انه في تأويل الانتظار الناظره بالانتظار، انه هون ينقلوا الرؤيه. طيب تعال شوف افرجيك انه تنتظر الثواب من ربها. شوف مين قال به، مين قال به؟ قال به مجاهد. لاحظ في أسانيد كثيرة، واعترفوا، واحد ألف بحث، واحد من الوهابي ألف بحث عن، راح ينظر أنه هذه الأسانيد صحت، ولا نعم صحت منها ثلاثة، أنه إلى مجاهد أنه ناظرة أي منتظرة الثواب. لاحظتم كل هذه؟ فإذا وأحمد يقول بأنه من يقول بهذا فهو إيش؟ جهمي. وابن بطة يقول من يقول هذا يكون خالف جميع لغات العرب وما يعرفه الفصحاء. أوف، خش كله. افترض أني أنك قلت لي قال مجاهد استوى على، فقلت لك هذا القول يخالف جميع لغات العرب.
ده فورا بتقول لي وهل مجاهد لا يفهم لغات العرب؟ وهل مجاهد الذي اخذ القران عن ابن عباس؟ نحن في المجالس السابقه فريناكم ان ابن عباس نفسه ما بياخذوا فيه اذا كان القول لا يعجبهم، مثل يوم يكشف عن الساق على شده بعشر اسانيد ورد عن ابن عباس قال لا، قال دمشقي هذا لم يثبت، ضعفه الشيخ الهلالي، الشيخ العظيم، الشيخ فضيله الشيخ الهلالي في كتاب المنهل الرقراق فيما روي في الساق عن فيما روي عن الصحابه في الساق. ولما جبنا له انه في نفس هذا الكتاب يضعف الهلالي يضعف السند الى مجاهد ورقاء عن يجيح عن مجاهد يوم يكشف عن ساق على شده، هو نفسه هذا اللي هو استوى على ورقاء عن يجيح عن مجاهد استوى على، بيقول لك لا لا لا، قال لي دمشقي، قال لي شو خصني بالهلالي انا؟ انا ما دخلني بالهلالي، تبرأ منه فورا، مع انه كان في فيديو ثاني عمال يثني عليه لما كان عم بيقول لك انه هذه الساق تأويل الساق بالشدة قول المعتزلة. طيب هون أيضا لاحظ هاي ابن خزيمة إمام الأئمة، شوف كيف بيقول لك من لم يتحرى العلم قال إن الله خلق آدم على صورته، يعني على صورة الرحمن، بيقول لك لا، على صورة هذا المضروب، هذا الشخص المضروب. لاحظ وإيش بيقول لك بعدين؟ بيقول لك لا تغلطوا ولا تغالطوا فتضلوا عن سواء السبيل وتحملوا على القول بالتشبيه الذي هو ضلال. إذن هو أول أنه من خلق آدم على صورته يعني ليست على صورة الله ولا على صورة الرحمن. طيب تعال أفرجيك أحمد إيش يقول بهذا، هذا تتميل الكلام هون، هون المحقق بيجيب لك كلام أحمد، بيقول لك نص أحمد على صحيح هذا الحديث وأنه في رواية أبي طالب من قال خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي، وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلق. إذن هذا ابن خزيمة يقول بأنه خلق آدم يعني على صورة هذا الشخص أو على صورة آدم، وهذا تأويل ابن منده أيضا على صورة آدم يعني. وبالمناسبة هذا وافق عليه الألباني تأويل حديث الصورة، لأن الألباني يقول لك الله ليس له طول وعرض وكذا، وهذا صحيح يعني، وهذا يدل على أن الألباني لما عاش معنا في الشام تأثر كما يقول الوهابية، تأثروا بالبيئة، البيئة الأشعرية عندنا في الشام يعني، هذا من بقايا يعني الأشعرية يعني اللي تأثر بها المفروض. طيب هون أحمد أيضا استغاث بالملائكة، شوف لما ضل الطريق فقال يا عباد الله دلونا، يا عباد الله دلونا على الطريق. لاحظ يقول لك هذا حججت معه خمس حجج، في بعض الحجج قال إيش لما ضل الطريق، لاحظ أنه قال يا عباد الله دلونا على الطريق. مين هذول عباد الله؟ بيقول لك الألباني يفسرك بيقول لك هذا العباد إنهم الملائكة في الأرض، إن لله ملائكة في الأرض سوى الحفظة، وهون يقر على إنه هؤلاء ليسوا رجال الغيب ولا الأولياء، لكن إيش؟ لكن المراد بها إنه الملائكة. إيه طيب، وهو بيعترف إنه هذا إسناد صحيح إلى أحمد، إنه يا عباد الله يدلون على الطريق، هذا إسناد صحيح. بيقول لك لكن هذا ليس إيش؟ ليس من قبيل الاستغاثة بالأولياء، إنما فقط هذا الحديث اصلا معناه يا عباد الله دلونا على الطريق، يعني انه هم المقصود به الملائكه. طيب تعال افرجيك انه الملائكه اصلا انت عندك الملائكه الاستغاثه بهم كفر وشرك. لاحظ هنا تسال اللجنه الدائمه عن الاستغاثه بالجن والملائكه، بيقول لك هذا شرك اكبر مخرج من مله الاسلام. لاحظ وهذا هنا الكلام اوضح يعني، لاحظ الاستعانه بالجن والملائكه، لاحظ والاستغاثة بهم شرك أكبر مخرج من الملة. وطبعا هون الكلام بطوله من كلام من فتاوى ابن باز، يسأل عن الاستغاثة بالملائكة فبيقول لك إنه هذا غير صحيح أو غير مشروع. لاحظ إنه فكيف بمن يدعو الجن والملائكة ويستغيث بهم، فهذا وأشباهه أولى بأن يكون مشركا. لاحظتم؟ وهنا أيضا يقول لك أنه أيضا من اتخذ ملكا أو نبيا أو يستغيث به فقد وقع في الشرك الأعظم. لاحظ وأنه شرك العرب الجاهلية كانوا بهذا أشركوا، أنه تعلقوا بالأنبياء والأولياء والملائكة. لاحظ راح يطلق خط أصفر تحت الملائكة، لأنه هذا رد على الألباني، يقول لك معلش الإمام أحمد استغاث بالملائكة. لاحظ أن التعلق بالأموات والملائكة والجن لاحظ من عمل أهل الجاهلية المشركين ومن أقبح الشرك. طيب إذا كان أحمد أنت نفسك عم بتقول فعل شيء هو من أقبح الشرك، حتى هون
حتى هون هلا ستاتي معنا، هي جاءت هذه قضيه ايش؟ انه سالته نفسه هذا اللي انت ما عم تنقل عنه، انه هذا عبد الله، هذا ناقل كتاب العلل، ايه عبد الله، مو هيك؟ انت ما بتنقل انه عبد الله نقل عن احمد انه قضيه الصوت. طيب عبد الله نقل عن احمد، بيقول لك سالته عن الرجل يمس منبر النبي صلى الله عليه وسلم ويتبرك بمسه ويقبله ويفعل بالقبر مثل ذلك، ليس المنبر فقط، لانه ممكن يتساهلوا بالمنبر هذه او كذا، الوهابي او احمد او ابن دبي قال يعني جاء عن بعضهم وكذا، لكن بالقبر هون يفعل مثل ذلك. شوف ايش بيقول لك تحت، هذا عيد عباسي، هذا من ايش؟ وصي الله ابن عباس، لاحظ بيقول لك لا، هذا ايش؟ بيقول لك لا لا، تبرك هذا قول غريب. نشوف المرجع مين؟ بيقول لك لا، جواز مس قبر النبي هذا قول غريب، لم اجد احدا نقله عن الامام احمد. طيب ما هو نقله؟ هذا صاحب كتاب العلل عبد الله، لاحظ. لا لا لا، بيقول لك لا، هذا من اصول الشرك كله، محافظة على التوحيد، اتفق الائمة على انه لا يمس القبر ولا يقبله، كله محافظة على التوحيد، فانه من اصول الشرك بالله اتخاذ قبور مساجد. وهون اكثر من ذلك، تعال افرجيك ابن باز كي بنص هون. شوف ابن باز لما نقل ايش؟ نقل عن احمد انه، لاحظ هذا ابن حجر ينقلها بالفتح الباري، انه نقل عن احمد انه سئل عن تقبيل القبر، عن مس عن تقبيل منبر النبي صلى الله عليه وسلم وتقبيل قبره، فلم يرى به بأسا. وهذه جبناها لما رددنا على ايش؟ على هذا ايش اسمه، هذا البحريني، هذا الحسيني، لما قال شوفه الامام الشافعي جاء الى في قضيه التمسح بالاركان الكعبي، قال انه هذا من البدع ولم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. جبنا اثبتنا انه اصلا هو بتر الكلام، وايضا لم ينقل هذا دمشقي الصفحه كامله من فتح الباري، لانه لو نقلها لتبين انه ايش؟ احمد يقول انه لم يرى بأسا بتقبيل القبر. شوف ابن باز هلا محل الشاهد هون، ابن باز ايش بيقول لك؟ بل بدعه، واحمد ليس مشرعا. اذا خلاص ليش عم تجيب لي انه احمد اثبت الصوت؟ اثبت الصوت كيف؟ بادله ولا من غير ادله؟ اذا بادله ننظر في هذه الادله، اذا من غير ادله خلاص انت عم تقول من غير ادله، واحمد ليس مشرعا. هم طبعا يقولون نحن اثبت الصوت باحاديث الصوت، حديث ابن مسعود. طيب هذا حديث ابن مسعود هلا الان ساريك انه ضعيف. يعني ابن الألباني الآن سأريك قضية التوسل، بيقول لك لا نعم، وهذا طبعا هنا الكلام أوضح. لاحظ هنا بيقول لك إيش؟ هذا كلام فتح الباري، إنه أحمد لما سئل عن تقبيل منبر النبي صلى الله عليه وسلم وتقبيل قبره فلم يرى به بأسا، بيقول لك أحمد ليس مشرعا. إذا لماذا تحتج لي بأحمد إنه أثبت الصوت؟ احتج لي بما احتج به أحمد. يعني أنت إذا تريد تثبت الصوت لله، قل لي انه الدليل على ان الله تكلم بصوت حديث كذا وكذا وكذا، ايه، وناقشك فيها. لذلك انا لي تسجيل على قناتي، قلت لهم انت يا دمشقية تحتج بالبخاري الذي اثبت الصوت، ولا تحتج باحاديث اوردها البخاري تدل على اثبات الصوت؟ اذا تحتج بالبخاري فالبخاري ليس مشرعا، ومن النبي نفسه يقول لا يؤخذ الاعتقاد عن مثلي عني ولا عن من هو أكبر مني، إنما يؤخذ عن الكتاب والسنة. لاحظتم؟ هذا أنت يعني إحنا ما بنحتاج إلى شيء نرد عليهم، يعني هني بيردوا على أنفسهم. لاحظ هون هذا واحد وهابي عمل إنه المسائل العقدية التي خالف فيها بعض فقهاء الشافعي أئمة المذهب، بيرجع بيقول لك محل الشاهد، بيقول لك التبرك بالقبور، لاحظ إنه هذا ينافي التوحيد. لاحظ هذا بيقول لك هذا أهل التوحيد والسنة ينكرون ذلك، وذهب أهل البدع إلى جواز تقبيل قبور الأنبياء والصالحين. إذا أحمد من أهل القبور والبدع، ليش عم تحتج اللي فيه لك؟ مشرك عندك. طيب الآن مثلا هون التوسل مو هذه مظبوطة كان مشتغل. طيب توسل بالصالحين، توسل احمد، احمد يقول بالتوسل، لاحظ، مع انه هذا بيعتبره انه لا، الالباني يعتبره انه لا، هذا بدعه او انه لا يصح لا يجوز. شوف هون ابن تيميه لا يعترف فقط عن احمد، لك ليس فقط احمد الذي اجاز التوسل، لا، بعض الصحابه والتابعين، وعن الاحمد وعن الامام احمد، لاحظ انه
توسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، انه قالوا اسالك بنبيك، وقال انه المقصود به اسالك يعني اتوسل